وللمزيد حول آخر المستجدات بشأن الاستعدادات ينضم إلينا موفدنا مصطفى ميزار من نيويورك. مصطفى، بعد التحية، كيف هي الصورة لديك في نيويورك؟ أدى تحياتي إليك وإلي وإلى مشاهدي التلفزيون المصري. تقريبا انتصف اليوم يا أدى وفتحت اللجان في 8 صباحا، وهناك يعني من أدلى بأصواتهم الآن. يعني فترة الظهيرة وفترة العمل كانت اللجان ربما تكون أو تتسم بالهدوء قليلا، لكن الآن كما تشاهدي الكل عائد من عمله مرة أخرى، ولكن سيتوجهون إلى لجانهم مباشرة للإدلاء بأصواتهم. تجولت في أكثر من مدينة في نيويورك أدا، في كوين، وتجولت أيضا في بروكلين، والآن أنا في منهاتن في نيويورك، وهناك لجان كثيرة متعددة ومختلفة، الجميع يدلي بأصواتهم، ولكن النسبة غير يعني واضحة تماما نظرا لعدم إحصائها حتى الآن. لكن أتحدث إليك عن غياب بعض يعني الصور المختلفة، وهي مثلا على سبيل المثال صورة الرئيس جو بايدن غاب عن المشهد تماما اليوم. المرشحة هاريس تحدثت وقالت لدي تقليد عائلي في هذا اليوم بالتحديد، أذهب مع عائلتي وأجلس معهم بعد أن قضت مشوار طويل في الحملة الانتخابية. أما ترامب فيتواجد مع أنصاري بعد أن أدلى بصوته ونائب الرئيس. الآن نحن في هذه الولاية، في ولاية نيويورك، الكثير يعني لديه أمال وطموحات من كلا الحزبين، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. لا أحد يستطيع أن يتنبأ بنتيجة هذه الانتخابات، لا أحد يمكنه أن يعول من سيفوز في هذه الانتخابات. لكن منذ دقائق معدودة كان هناك تصريح للمرشح دونالد ترامب وقال سأفوز بنسبة كبيرة وليس نسبة متقاربة كما يشيع البعض. الاتهامات ما زالت مستمرة ما بين الحملتين، كلا الفريقين والحزبين يكيلان لبعضهما الاتهامات المختلفة والمتنوعة. استفدنا كثيرا وتحدثنا عن الملفات المتعلقة بالشرق الأوسط وحروب الشرق الأوسط، وتحدثنا أيضا عن الملفات الداخلية وعلى رأسها ملف الضرائب والوضع الاقتصادي المتأزم وما يمكن أن يؤدي إليه في القريب العاجل. تحدثنا أيضا مع من يعني تقابلنا معهم أن هناك حاجة ملحة لهذه الانتخابات لأن تتسم بهدوء وبسلاسة وبانتقال سلمي للسلطة دون حدوث عنف أو تجاوزات أو أي شيء من هذا القبيل، مع العلم أن حملة المرشح ترامب قالت يعني هذا الكلام مرارا وتكرارا منذ الصباح الباكر، أنهم لا يدعون إلى عنف ولا يدعون إلى مزيد من التعامل والتفاعل في هذا الإطار. لكن الحملة الخاصة بالحزب الديمقراطي بالمرشحة هاريس قالوا إن الحزب الجمهوري وترامب وإدارة ترامب لا يمكن أن يعودوا مرة أخرى إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كانوا فيها، ولم يقدموا ما تتمنى أن تكون عليه الولايات المتحدة الأمريكية. سنتابع معك أدا ومع زملائنا في الاستوديو وعلى شاشة التلفزيون على مدار اليوم. ما زال اليوم يعني به الكثير من الوقت كي يدلوا بأصواتهم، لم تسفر النتائج حتى اللحظة عن أي حتى مؤشرات أولية سوى أصوات بسيطة في بعض الولايات. لو تحدثنا في جانب آخر عن الولايات المتأرجحة، يعني بالإضافة إلى 7 ولايات المتأرجحة واللي بيأتي على رأسها ولاية بنسلفانيا، يغيب عن المشهد ولاية فلوريدا. هذه الولاية ذات 14 مليون صوت انتخابي وذات 30 صوت داخل المجمع الانتخابي، وهذا تقريبا من أعلى الأصوات داخل المجمع الانتخابي. بنسلفانيا فيها 19 صوت انتخابي داخل المجمع الانتخابي، لكن فلوريدا تتمتع بأصوات كثيرة. لكن التأثير والقوة دائما وأبدا لا يمكن لأحد أن يتوقع هذا الأمر في كلا الحزبين أو حتى في مراكز استطلاع الرأي التي تحدثت صحيح مرارا وتكرارا عن هذا الموضوع. هذا أتابع معك على مدار الساعة، سننقل الصورة كما هي. التلفزيون المصري حاضر وبقوة، نحاور ونتناقش مع أطراف العملية الانتخابية ومع الجاليات العربية والإسلامية والتي أصبح لها صوت ولها وزن داخل الولايات المتحدة الأمريكية تعبيرا عن قضاياها الملحة في الشرق الأوسط وأيضا في الداخل الأمريكي. هذا إليك أنا. صحيح، أشكرك شكرا جزيلا موفدنا مصطفى ميزار، كنت معنا مباشرة من نيويورك.